بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلفرح ذم قرآن نرزد في اللون وما كن قرني ثقفايليث أن ديز والول إذ بعيث ضار أن ديز والول اتبعي ثضار فالقلب يسبق البدن أن ديز والول أثذبع ضار فالقلوب تسبق الأبدان إلى هذه البلدة الطيبة التي سجلت حضورها عبر التاريخ أثور ثلان ورغفنالا حضرا عبر التاريخ الجزائري المشرق. هذه المنطقة، هذه البلدة الطيبة المباركة ورثغفارة ثلا تحضر حيث يحضر الرجال الشهود، لأن إقامة الشهادة ليس بالأمر الهين. الدليل في سورة البقرة الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم آية واحدة عجيبة، والقرآن كله عجب. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أمة الإسلام مطالبة بالشهادة، لازم في الآية تكليف وتشريف. ربي شرف الأمة إمي إجالية الشهادة فيها، هذا شرف ما بعده شرف. إفكاس ربي القدر، إفكاس ربي أزال باش تشهد. أمة الإسلام هي اللي تشهد على أمة نوح شيخ الأنبياء، هل آمنت أم كفرت، هل كانت طائعة أم عاصية. وأنتم تعلمون تاريخ شيخ الأنبياء اللي هو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، كما تشهد على أمة موسى ويونس ويعقوب وعيسى الجميع عليهم الصلاة والسلام. هذا شرف، لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك هذه البلدة الحمد لله كانت شاهدة وحاضرة ولم تكن غائبة. وأنا في الطريق أفكر، يا عجبا ولد فذرغ، أدفذر الشيخ الفضيل ماذي ثروك زي الله في الرجولة موجود، نبدأ بها. ما بديت لا بالفقه ولا بالدعوة ولا. الشيخ الفضيل الورتيلاني كان حاضرا، العمر قصير كما تعلمون، 1900-1959 دروس ولي عشرة طاس، ولكن ذي ثروك زي لا. قد يتساءل أحدكم علاش بديت بالرجلة، هذه اللي نحتاجوها بزاف. ثم ربي هو اللي قال سورة الأحزاب، واش قال؟ من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قلكم سر، في الأزهر الشريف في سنة من السنوات بالضبط في 1984 تحدث
علماء أقطاب وذكر كثيرا، وتشعر بوحد الشموخ شموخ الجبال الرواسي وهو يذكر هذا الرجل. وذكرت رجولة ذرقاز وقرن استقبيليث شباحة برقاز سير رقزة وتكمل ناس شباحة برقاز سير رقزة. جمال الرجل في رجولته، والإسلام يصنع الرجولة. ربي قال في القرآن: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. في الرقزة ذكرت كثيرا في الوحيين في القرآن والسنة، كان حاضرا في هذا المجال، كان حاضرا في مجال الدعوة إلى الله، كان يدعو إلى الله كما قال ربنا: بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث حل وارتحل، واستفاد من سيرة والده محمد سعيد ومن سيرة جده حسين ورثيلاني المعروف. طبعا لا يكفي الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 125. إذا تحدثنا في الفقه، كان حاضرا في الفقه وكان مجادلا لكثير من العلماء، اعذروني لا أذكر أسماءهم، ربي يرحمهم جميعا، مناقشا بالحجة والبيان في بعض المسائل الخلافية الفقهية، وكان أصوليا ممن تشبع بعلم جليل أصيل، علم الأصول. كي نذكر الشيخ الفضيل الورتيلاني، نذكر الشيخ المولود الحافظي، ونحن صغار كانوا يقدموا لنا الرجل الشرعي الفلكي، فكنا نتساءل كيف يجمع بين هذه وتلك، بين هذه الحقول المعرفية. ولكن على حساب أك النظرة أثور ثيلان زمرني لشغله، ماشي ميقليز ذاتون، ولكن تيتي قلان. التاريخ هو الذي أنبأنا، والتاريخ أستاذ شاهد. إذن فذرغ سين زماد فذرغ عشرة عشرين ثلاثين إمسناون العلماء إقلان ذي ثم مرثاقين بلا شك. الزريعان سن ثمغين، لا يمكن نقلا ولا عقلا المنطقة التي أنجبت هؤلاء الأعلام لا يمكن أن تتخلف، تنجب عبر التاريخ من يخلفه. ربي دينان ذي القرآن في سورة الحشر الآية العاشرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والفضل للسابق وإن أحسن اللاحق. وما زال المنطقة حاضرة بعلمائها برجالها بنسائها سلعقال إنسان سيسمون يعني اسمو يمسنون إنسان يعرضين إنسان اللان وذيلين أكا المكفى الدنيث. هذا كوني فارك يا ربي في الدعوة ون أقلغ نرزد في اللون أن دي زوالوني ذبعي ثوظار.